من الثانوية كبتين، دلوقتي عايزين جامعة رايقة تبقى جنب البيت. في البيت عندهم مفهوم غريب اسمه القمة، يا تخش هندسة يا طبية ما تقولش اشمعنى، بس برضه هعمل انا اللي في دماغي برضه، مش هطلع زي ابن خالتي واعمل اللي احبه. دخلت جامعة بالتنسيق وكانت المفاجأة، ببصمك في البروجكتات مفيش حاجة اتعلمها، ما لقيتش نفسي غير وانا في ستودنت اكتيفيتي، ساحل نفسي في 100 حاجة ورايا الشغل انفينيتي، واهلي يقولوا شغل ببلاش ايه انت مضحوك عليك، غير انت بتمرد انا اسمي الهدو في ميديا بيه. رحت جيت لفيت وتعبت، والسي بتاعي اتهرق ريجكت، 180 سنه ده واي خبره في الريكويرمنت، سوبرمان الجيل الجاي ولا يهز كريبتونايت. تعرف تشتغل يا صاحبي تحت ضغط كبير، تعرف تمشي على الحيط او تعرف تطير، هتضيف ايه للشركه، تعرف مطاعم كتير، تعرف تبيع القلم ده ب 100 جنيه وهو بمليم. انا مهما 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 فات دبلومه خبره شهاده واسطه، زهقت انترنت لتنظيم ايفنت، نزلت ناقصت بس اكتبها على التيشيرت كواليفايد. ياه لو مسكت شغل في شركه رايقه، ياه لو الاحلام تكون في السكه جايه، ياه لو اتقبلت في ثانيه الا ثانيه، نفسي اغمض عيني افتح ابقى في حته تانيه. ياه لو مسكت شغل في شركه رايقه، ياه لو الاحلام تكون في السكه جايه، ياه لو اتقبلت في ثانيه الا ثانيه، نفسي اغمض عيني افتح ابقى في حته تانيه. دلوقتي جمعنا لك كل اللي محتاجه لكاريرك، وفي ويب سايت واحد بس هتقدر تقدم على الافات من الوظائف والتدريبات، وكمان تقدر تاخد اكتر من 100 كورس في كل المجالات وتاخد شهادة بيهم، وده على كارير 180 ويب سايت. ببساطة كارير 180 معاك من كواليفاينج تل هايرنج. يلا ابدأ دلوقتي.